السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع اللغز الاجتماعي، اللغز الأدبي، كل الناس بتسأل إيه حل اللغز ده؟ عارفين إيه هو اللغز ده؟ اللغز ده هل الحب الأول أفضل أم الحب الأخير؟ يلا نعرف التفاصيل. يقول الشاعر العربي القديم حبيب ابن أوس المعروف بأبو تمام، المعروف بأبي تمام، هذا الرجل توفي من 1200 سنة. أبياته لما تقراها تحس إن هي لسه أبيات جديدة وجميلة وفيها عاطفة. يقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كده اتحل اللغز؟ لا لسه. هو شايف إن أول حب هو أفضل حب بيمر به الإنسان. هيجي بعديه شعراء هيقولوا عكس اللي قال. هناك شاعر، هذا الشاعر يعرف بالأصفهاني، يقول: دع حب أول من كلفت بحبه، ما الحب إلا للحبيب الآخر. ما قد تولى لا ارتجاع لطيبه، هل غائب اللذات مثل الحاضر. ده بيقول كلام مختلف تماما عن إيه؟ الشاعر أبو تمام. بيقول لك إن الحب الأخير هو أفضل حب. الحب الأخير هو أفضل حب، وبيقول لنا دليل، بيقول لنا إن الحاضر أهم من الغائب، فالحب الجديد هو الحب الحاضر، الحب الحالي، ولكن اللي فات الحب الأول ذكريات، ده غائبة، شيء غائب، فالحاضر أهم من الغائب. برضو لسه ما تحلش اللغز، هل الحب الأول ولا الحب الأخير؟ وفي النهاية هقول لكم خلاصة بسيطة، ملخص بسيط. في آراء بتقول إن الحب الأول بيستمر ويظل الإنسان متعلق به حتى لو أحب بعد ذلك. يعني الحب الأول هو البداية والحب لا ينسى. فمن درجة من حيث تذكر، فأنت دائما تتذكر الحب الأول، عشان كده هو الحب اللي بيستمر، مش بيستمر في الواقع بس، نقدر نقول بيستمر في الذاكرة، بيظل محفور في الذاكرة. في رأي آخر بيقولك إن الحب الأول هو حب بدون تجربة، فهذا الحب الأول ممكن يجعل الرجل يكره النساء ولا يريد أن يتزوج، وممكن الحب الأول يفتح شهيته للنساء ويريد أن هو يتزوج ويكون أسرة. في رأي ثالث بيقول إن الحب الأول مطابق للحب الأخير في حالة لو أنت لقيت اللي بيقدرك ويحبك، فحبك الأول هو حبك الأخير. وفي بعض الناس كده بيحب مرة واحدة ويفضل متعلق بزوجته، لأن كان حبهم حب صادق وإن هم ارتبطوا مع بعض. دي كانت باختصار اللغز، الحب الأول أم الحب الأخير؟ ولازال هذا اللغز محير، وفي آراء كتيرة، وإن شاء الله أسمع آراءكم وتعليقاتكم على صفحتي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.